من بين أمنياتي أزور كل محافظاتنا العزيزة وكل شبر على أرض العراق. واليوم الحمد لله أنا والأخت الست رفل الزبيدي زرنا طلابنا وطالباتنا للدورة الإلكترونية على منصة أبواب في محافظة بابل، بالتحديد مدينة الحلة. ما بين سؤال وجواب كانت زيارة ممتعة ومثمرة مع طلاب محافظة بابل، وإن شاء الله الجايات أكثر وأكثر مع كل طلبتنا الإلكتروني. قررنا أيضاً أنا والست رفل الزبيدي تكريم الطلبة المتميزين. فعلاً طلاب أبواب يستحقون التقدير والتكريم بكل مكان. شلون تجربتك ويا منصة أبواب؟ لا خوش من المنصة. كم مادة على منصة أبواب؟ مادتين. مادتين عربي ورياضيات؟ شنو حلمك؟ شنو طموحك؟ طبيعي. إن شاء الله يا رب. أنا ما شفتي أكو فرق بين الإلكتروني والحضوري. أبداً. نصحين الطلاب بالإلكتروني؟ أنصح. شنو رأيك بمنصة أبواب؟ أحسن منصة استخدمها. نصحت طش كود. أي مادة تعجبي؟ يعني مو الإنجليزي، أي شيء عجبك تاخذي من أبواب. وهذا لأن مادة دورة فأقل شيء جبت اسمها لزمتي هاي جديدة. لكن تستفادين بعدها. اليوم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. اليوم إحنا الطالب اللي متفوق. لا ندعمه بدل ما ماخذ 90 خلي ياخذ 100.